نتواجد اليوم عند سيدة من سيدات قسنطينة العريقة، إنها عملاقة من عمالقة الطبخ الجزائري عامة والقسنطيني خاصة، حكم دولي، مختصة وباحثة في التراث الجزائري. إنها السيدة نصرة فصيح. نشكرك سيدة فصيح على تلبية الدعوة واللي قبلتينا يعني واستضفتينا في بيتك سيدتي. رمضان الكريم أنت والعائلة الكريمة. سيدتي نحن في النصفية من شهر رمضان، حثينا أكثر عن الوصفات الأطباق التقليدية المحضة اللي تتميز بها العائلة القسنطينية. نشكرك جزيل الشكر الأخ طارق، وهذه يعني نشكرك جزيل الشكر اللي جيت وحضرت لهنا لبيتي هذا المتواضع. الشكر موصول لك سيدتي مرحبا اللي بكم. تقبلتينا عندك ضياف سيدتي. بلا مزيد نعم بلا مزيه بلا نعم مزيه مرحبا بكم في بيتي هذا المتواضع. حبينا نحكي شويه على هذه الأطباق التقليدية القسنطينية، وخاصة حنا يعني في صدد النصفية كما نقولوا، ولا النصف تاع النص تاع رمضان. حبيت نشارككم هذه السنة، حبيت نشارككم هذه الحلقة، ما حبيتش نكون وحدي فيها. ماذا بيا تكونوا انتم حاضرين، يكونوا الناس يعني الجمهور يشوفوا يعرفوا العادات تقاليد مدينة قسنطينة. وخاصة كما تعرف الأخ طارق، حنا عندنا بزاف الأطباق القسنطينية وخاصة الأطباق تاع العجائن. دوك تشوفي شهر رمضان وخاصة في النفقة تاع النص، كاين اللي يدير التكتوخة، كاين اللي يدير الشواط، كاين اللي يدير التريدة تاع الكسكاس. انا اليوم حبيت نغير شويه، حبيت نجيب طبق اخر تقليدي من العجائن اللي هو الجريتريه. بلا ما يخفاك، بلا ما نبداو يعني احنا رمضان تاعنا نبداو دايما بالجاري. المره هذه ثاني حبيت نبدل ثاني، نغير من الجاري الاحمر تاع الفريك، حبيت ندير الابيض. الابيض ثاني وي جاري بيض، يجي خفيف وبنين مليح. دونك حبيت ثاني نغير شويه السني تاع النفقه، درت الجاري الابيض بالدويده بطبيعه الحال. درت القناويه. القناويه راهي دايما حاضره في سيدنا رمضان. نعم في السنية القسنطينية كذلك، في السنية القسنطينية نعم. بلا ما ننساو الشباح. نعم الشباح كي سلطان السنية. وين تروح تلقى الشباح في السنية في سيدنا رمضان. حبيت يعني ننوع برك باش تكونوا حاضرين معايا ونتقاسموا هذه البهجة تاع النص شهر رمضان. وحبيتكم ثاني تشوفوا باللي قريت لي ثاني نديروها في النص تاع رمضان. نعم والله. سيدتي حدثينا أكثر عن الجاري الأبيض، يعني العائلات القسنطينية نعم يعني تحب تنوع في شهر رمضان الفضيل من الجاري الفريك إلى الجاري الأبيض. نعم الجاري الأبيض ثاني هو يعني سيتون كروند أمبخونت كولينير تراديسيونيل تاع مدينة قسنطينة. نديروه بزاف نديروه بزاف، والأكثرية نديروه الأحمر اللي بالفريك. فوالا دونك أنا المرة هذه حبيت في النص في النفقة تاع النص ندير الجاري الأبيض، يجي بنين وخفيف ونشوه بالقارص والمعدنوس والجندوف. دونك كيما راك تشوف يجي ثاني باللحم الخروف والدجاج ويجي بالحرش. دونك على هذيك الجاري تاعنا تاع قسنطينة الأبيض يجي بنين يعني بلا لا توصف. بيان سور القناوية ثاني نديروها حمراء بالخروف كيما تشوف، لازم تكون اللية بالخروف واللية باش يجي الطبق يجي ميدم. دونك هذا هو يعني السني تاع النفقة تاع النص. بلا ما ننسى البوراك يمشي دايما مع الجاري. ودرت سلطة خفيفة يعني متنوعة من كل شيء، ما حبيتش ندخل في تفاصيل يعني السلطة. درت سلطة يعني قسنطينية الخفيفة فيها يعني كل المواد تاع المتواضعة كذلك المتواضعة يعني كما تشوف راهو تحبها كل العائلات القسنطينية. نعم وجميعا هذه السلطة اللي تندار أكثر في سيدنا رمضان. نعم نرجع سيدتي إلى الكسرة المطلوعة في حياتنا. هذه الكسرة تاع الخميرة درتها سبيسيال للقناوية فوالا، وخبز الدار درته للجاري. نعم دونك فوالا دونك تحب تاكل ثاني خبز الدار يمشي مع الجاري مع الجاري الابيض، والكسرة تاع الخميرة تمشي مع القناوية. فوالا على هذه عادات قسنطينة القديمة، عادات قسنطينة. وزيد الاطباق عفوا الاطباق هذو محتسمه انك يعني كل طبق دير له الكسره تاعو ولا الخبز تاعو. الخبز تاعو فوالا هكذا باش الناس تعرف باللي مدينه قسنطينه اطباق تاعها اطباق عريقه. والبصمات نتاعها بصمات يعني ما تقدرش تصور وين تروح تلقى كل هذه الاطباق، تلقى كل هذه التاويل في الديار تاع قسنطينه، وبالاحرى تلقاهم في رمضان. نعم. ولا في الاعياد. نعم فوالا. علاش سيدتي سميناها النفقه؟ النفقة النفقة كانوا بكري الناس ماشي كيما دركا يشريو الدجاج هذا تاع تريسيتي، ولا كانوا بكري يقول لك ننفق، واش معناتها يعني يذبح.
يمكن الناس عندهم الغلام، عندهم الدجاج، دجاج عرب عندهم، دونك واش يديروا؟ يروحوا يهزوا الناس بكري بخيرها وخميرها، يذبحوا كاريمون، يذبحوا خروف ويقسموا، باسكو كانوا بكري ساكنين العائله كامله. نعم اكزاكتومون، في دار واحده، في دار واحده، دار الكبيره، دار الكبيره. نعم والله يذبحوا الدجاج عرب، على ذيك يقول لك ننفقوا، يعني يذبحوا هذا من باب النفقه، من باب النفقه، ويتقاسموا هذاك الشيء، هذاك الخير يتقاسموه. نعم. ما ياكلوش وحدهم. دونك الناس كامل تلقى نفس الاطباق، نفس الشيء اللي عندي انا، عندك تاع عند الاخر، ما كاينش واحد يكون خير من واحد. نعم. دونك هذه ثاني داخله في العادات والتقاليد تاع قسنطينه، اللي النفقه تتقسم مع حتى على الجيران. نعم. حتى على الجيران ولا الدواقه، الدواقه ثاني اللي يذوقوا الناس، يذوقوا الاحباب وخاصه الجيران. نعم. كانوا بكري ديال العرب، كانوا في المقادم، كان كل واحد في بيته هبط الكلة تاعو، ولا تلقى الجار هز هذاك الصحن. نعم. يطبطب عليه في الباب. نعم. ولا تلقاه يدخل عليه هذاك الصحن. نعم. وهكذا تلقى هذوك الصحونه يتبادلوا في الديار في مع الجيران الكل، يعني شيء رائع. آه. شيء جميل. سيدتي، عودة إلى الأطباق القسنطينية المحضة، عرفينا ولو يعني بإيجاز. نعم. شبح السفرة هي؟ نعم. طريقة التحضير هي مش سهلة أكيد. شوف، شبح السفرة يعني بكري أنا كنت نتكلم عليها ونقول ماهوش كان طبق سهل، ماهوش كان في متناول الجميع. نعم. سيتان بلا تخي نوبل. نعم. طبق جد عريق يتميز به إلا مدينة قسنطينة. نعم. علاه يعني؟ هذه الخاصية يعني. هذه الخاصية تاعو، يتميز باللانوبلاس نتاعو، وما كانش الناس كل تاكلو، يعني كان أن بلا أريستوكرات، كان دو نوبلاس انكونتيستابل. دونك علاه غالي بزاف عليهم؟ باسكو فيه لحم تاع الخروف، فيه العسل الحار. نعم. فيه اللوز، فيه مكوناته، يعني مكونات اللي يطلب الوقت باه يندار. دونك شبح الصفراء عندها مرحلتين باش نديروها. ديجا باش نفاصوني لاباط. نعم. باش نصوروها كيما هكذا وتتقلى مرتين وتتمسح يدو. نعم. ونزيدو نديرو لها لاصوص تاعها اللي هو ان بلا سكري. انا المره هذه درتو يعني افيك ان سيغو برك. نعم. ما حبيتش ندير باللحم، وهي نورمالمون باللحم تاع الخروف. نعم. فوالا باسكو كثرت الحماد وتأمل تجي حاجه. نعم. حاجه خفيفه. نعم. دونك هذا الطبق هذا نشوفوه خير في قسنطينه. نعم. والحمد لله دركا عدد الطبق هذا نلقاوه عند كل العائلات. حتى حدود الوطن يعني. خرج على قسنطينه، خرج على الجزائر. نعم. رانا نشوفوا يعني عندنا احبابنا خارج. نعم. الجزائر. نعم. راهم يعيطوا علينا باش نبعثوا لهم شبح السفره. فوالا اكزاكتومون. عوده سيدتي الى القناويه، القناويه تاعي الطبق يعني رئيسي. وي. يعني وكانوا في زمان يعني يديروا حتى في العدس. وي. نعم. ومو سهل يعني كذلك يعني. طبق تاع الطبق تاع القناويه الثاني ماهوش سهل. نعم. وثاني بكري كان يدار في السابع. نعم. في الاعراس. نعم. وفي اللمه الكبيره تاع العائلات. نعم. هي ثاني القناويه عندها يعني التحضيرات نتاعها. نعم. كانت بكري يعني هي ثاني قليل وين تلقاها في السنيت على قسنطينه. نعم. باسكو تندار بالحم خروف و... وتقلى بالسمان، وكانوا بكري يديروا لا طوماط فريش هذيك يشيحوها. نعم. فهمت كيفاه؟ نعم. دونك هي ثاني عندها التحضيرات نتاعها يعني سبيسيفيك. ودونك بيان سور شوف هذه الاطباق كل ما عادوش يعني لو سكري بور بيرسون. الحمد لله دوك الناس عاد تلي تسخن طبق ديروا. نعم. حتى من القناويه نديروها في رمضان. نعم. سيرتو في رمضان نديروها بزاف في رمضان. عودة إلى طبق العجائن الجريتلية يعني العريقة. أعطينا سر الجريتلية سيدتي. الجريتلية ثاني طبق عريق. نعم. يعني عنده تاريخ كبير في الكولينير تاع قسنطينة، في أطباق لي بات فريش العجائن يعني الطازجة يتخدم في الدار. نعم. بصح باه طيح منه نص كيلو في النهار. صعيب بزاف على الخدمه تاعو. هو سيت اون بات فريش تري سامبل، يعني الماء وملح. كاين اللي يحب يزيد له الخميره. نعم. باش هذيك العجنه تتنفخ وتجي بنينه على كي تعود غير بالماء وملح. وكاين اللي يديرها غير بالماء وملح. دونك نشوفوا بلي هذا الطبق هذا طبق تقليدي قسنطيني محض. تلقاه غير في قسنطينه يستعجلوا يحضروه بهذه الطريقه. نعم. باللحم تاع الخروف والدجاج والحرش والعظام بيان سور بالحمص. اذا الصينيه هذه راهي اطباق تقليديه قسنطينيه سيدتي. نعم. محضه. محضه. نعم. نعم. كما تعرف السيده فصيح نحب. نعم. التقليدي بزاف، نحب التراث، نحب نخدم على التراث، نبحث فيه، نغوص فيه انا وين يكون التراث القسنطيني او الجزائري. نعم. جو مو ديبورت. نعم. دونك يعني نحب بزاف هذا التراث، وهو بطبيعه الحال هو جذورنا، اصالتنا، تاريخنا،
ما نقدرش ننساو ان هذه الاطباق تنبع من اصاله المطبخ القسنطيني العريق، وخاصه يعني لا كوزين دو كوستانتين نوبل. نعم فوالا، بهكذا وصفات وبهكذا اطباق تقليديه محضه كتبت السيده فصيح اسمها بحروف من ذهب. شكرا لك على الاستضافه سيدتي، ان شاء الله نتناولوا معكم وجبه الفطور وكثر خيركم. بلا مزيه راهي داركم، وتفضلوا مرحبا بكم وصحه فطوركم. شكرا جزيلا سيدي. نتمنى لكم جزيلا كيف فطور يعني من اربع ما يكون. نتمنى لكم تمتعتوا واخترتوا مليح. يعني واش نقول لك؟ من الاف الاطباق اللي دوقتها يعني في حياتي. بصحتكم بصحتكم. هذا الطاقم اللي معايا. بصحتكم. نعاودوها ان شاء الله في الفطار. ان شاء الله. الله مرحبا بكم. بالنسبه للمجهود نتاعي هذا يعني والمسار الاحترافي ولا العمل نتاعي هو يعني دام 37 سنه ميدان. يبارك فيك عايشك. بديت في 1987 ببروكسل ببلجيكا، ومن ثم كانت الانطلاقة تاعي إلى يومنا هذا. بطبيعة الحال كان عمل شاق، كان جهود، كان طيحات نوضات، دونك الحمد لله بالإرادة وحبي لولايتي وحبي للتراث نتاعي وخاصة الفن الطبخ القسنطيني، فن عريق، فن عريق كبير وفيه ثقافة ومن وراه ثقافات. دونك حبيت يعني جو ماكروش لهذا الفن هذا، والحمد لله يعني تعبت وجهدت وزدت تعلمت فيه ودخلت يعني قريت وكونت فيه يعني 120 كويزيني اون اوتيلري توريزم. في الله يبارك فيك عايشك في التكوين المهني في مدارس الفندقة والسياحة. وبعد شفت بلي عندي طاقات اكثر من لا فورماسيون من التكوين. وانا سيده ميدان، نحب بزاف الميدان. دونك خرجت للميدان وخرجت نخدم وحدي يعني اكاراكتير بريفي الحمد لله، ودرت المطعم تاعي سميته بجذور، وكان اول مطعم نسائي بالمدينه الجديده، وكان بزاف يجوني النساء. والحمد لله ثبت الوجود نتاعي كامراه جزائريه قسنطينيه، وثبت ايضا وجود المطبخ العريق. دونك كانت الانطلاقه يعني انطلاقه كانت موفقه. بطبيعه الحال كان هناك تشجيعات من العائله، يعني لو كان ما كانش تشجيعات من العائله بطبيعه الحال ما كنتش راح ننجح ولا نوصل لهذا يعني للمستوى. والحمد لله انا ثاني عندي شويه كيما نقولوا بالبحار، حبيت هذه المهنه، حبيت هذا الميدان وخص فيه يعني دخلت يعني دون لي بافون دو سيت ار كولينير اي تو. وكان هناك كذلك ترويج يعني للطبخ القسنطيني يعني الطبخ الجزائري من قبلكم، يعني كانت لك يعني
عديد اللقاءات يعني في القنوات الخاصة الوطنية حتى الدولية كذلك سيدة ناصرة. نعم نعم جوستومون فيما يخص القنوات الوطنية والخارجية خدمت بزاف مع قنوات الانطلاقة كانت بطبيعة الحال من ولايتي من قسنطينة ومن بعد كما قلت لك بشويه 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 جو مسوي ديفلوبي وانا انسان نحب الثقافه بزاف نحب نقرا نحب نبحث نحب نعرف الطبق نتاعك سيدتي ماشي غير الوسام الحمد لله كان هناك ترويج بثقافه يعني كان ميدان مع ثقافه يعني لو كان ما كانش العلم ولا الثقافه بطبيعه الحال ما فلربما كنت راح نوصل لهذا المستوى فلربما كنت راح يعني جستاغل والحمد لله يعني بالاراده والعزيمه والثقافه والعلم والمعرفه الحمد لله وصلت حتى للعالميه واصبحت نعمل في يعني دول العالم خدمتي بزاف دول العالم العربيه الغربيه الاسيويه حتى وصلت وين عدت يعني بريزيدونت ريسبونسابل دو كوميونيتي انترناسيونال ان ايطالي الى يومنا هذا يعني 2014 حتى يومنا هذا وانا امثل الجزائر ما بين 160 دوله عالميا الله يبارك نعم يبارك فيك يعيشك وألفت كتاب اسمه جذور جذور يعني هذا الاسم هذا روتس أو غاسين عنده رمز كبير في التاريخ رمز كبير في الثقافة وخاصة الجذور يعني جذور الثقافة العريقة لمدينة قسنطينة جذورنا اللي ترمز إلى تاريخنا إلى جدودنا إلى ثقافتنا المطبخية بما أن المطبخ يعني ما هوش ميدان إلا تاع أكل أو ميدان تاع ثقافة تاع اكتشافات تاع بحث تاع علم تاع أخذ وعطاء وتبادل الثقافات الحمد لله يعني وفقني ربي أنني أصبحت أعمل في الدول الخارج وإلى أن أصبحت حاكم دولي الآن الحمد لله نكون في المكونين ويعني نطمح أيضا إلى مستوى آخر باش نعود نكون الحكام الدوليين بما أني عندي يعني مسار كبير ومسار وخاصة أنا وش نحب نقول للناس هذو اللي جاوا جدد اللي خارجين الميدان عندهم في يديهم عندهم ثقافة الطهي عندهم ثقافة المطبخ ولكن كاين أشياء اللي أخرى اللي غامضة اللي مخبية ولازم نخرجوها كيفاش نخرجوا هاد المعلومات كيفاش نخرجوا هاد الشيء هذا الغامض لازمنا نخرجوه بالثقافة خرجوا بالعلم ببحوث نورمال احتكاك مع الاساتذه مع الجامعيين اكزاكتومون مع لي زاكاديميسيان اوسي فوالا لي زاكاديميسيان دونك لو كان ما تكونش العلم والمعرفه مع الميدان ما يكتملش هذاك العمل يبقى دائما ناقص نبقاو دائما في البحث على هذيك المعلومه في البحث على هذاك الشيء نبقاو دائما ناقصين نبقاو دائما محطوطين في ربما في بوزيسيون دامبارا دونك انا ننصح هاد الناس وخاصه هاد الجيل الجديد اللي يدخل له واقتحم هاد الميدان انهم يثقفوا ما يبقاوش محصورين غير في الطياب باسكو الطياب عنده علاقه على لا بيداغوجي تاعو عنده حتى من الناس الكبار يعني اللي كبار في السن يديروا لاندراغوجي دونك هذا هو الشيء اللي ماذا بيا انه يكون هو الشيء اللي محناه كذلك سيدتي في المسار المهني انه اعتمدتي ليس فقط على المهنة على يعني على الطبخ وإنما الجانب العلمي الجانب الثقافي كذلك يعني كانوا في مسارك يعني كانوا شيء كبير سنعمل لكن ما كنتش سيدة مثقفة ما كنتش عندي يعني هذاك الكوتي كولينير أرتيستيك كولتوريل مثلا ربما ما نكونش وصلت لهذا المستوى وخاصة يعني الشيء اللي يعجبني الحال بزاف يعني نشكر الناس وخاصة الأساتذة اللي عادوا يعيطوني الأساتذة الجامعيين ندير معاهم يعني يبرمجوني باش ندير محاضرات ونحضر ثاني لي كونغري لي كونغري ناسيونال لي كونغري انترناسيونال لي كونغري عرب وهذا هو الشيء اللي فربما زاد حفزني مليح وحفزني كثير على الثقافه المطبخيه والتوسع والغوص في هذا الميدان هذا وخلق تميز في السيده كذلك الله يبارك فيك هذا الشيء اللي لاحظته كذلك يعني في الدول الاجنبيه يعني سيادتكم يعني وثقتم عديد الاطباق يعني الاسكندريه المحضه ناخذ على المثال يعني المزيت نعم الكحله كما نقولوا احنا العاميه المزيت نعم جوستومون كان لي الحظ انني سيدتي على توثيق
لهذه الطبقة القسنطينية المحض. نعم، كان لي الحظ أنني برمست في 2018، برمست يعني كسيدة من الجزائر كشيف دو كوزين انترناسيونال في لو سالون دو ديغوستاسيون انترناسيونال في تورين بإيطاليا، وطلبوا مني برنامج، وطلبوا مني أن يكون هذاك البرنامج مفتوح أمام 160 دولة عالميا. دونك طلبوا مني بكسكس. حبيت أنا ديجا خدمت على المخور، وحبيت نخدم على المزيت بما أنه المزيت طبق تقليدي يعني قسنطيني محض، وفي لا تيكستور تاعو يعني بنين وفي فوائد صحية كبيرة. فوالا دونك اقترحت أنني نخدم على المزيت. خدمت على المزيت وديته من قسنطينة. وديت يعني لي زانغريديون المقادير نتاعنا هنا من قسنطينة، لو برودوي دو تيغوار ديته معايا، وكان هذاك هو يعني الاصل طيب طيبته تما، وعرضناه امام 160 دولة عالميا. يعني ما تقدرش ما تصدقش هذاك الشيء اللي شفته مع هذوك الناس كي ذاقوا المزيد. نعم المرة الأولى كانوا يزافي ايزيتي دو غوتي المزيد هذاك، كانوا كيف نقولوا ايزيتي، كانوا متخوفين مترددين. فوالا كانوا مترددين ومتخوفين، ما كانوش عارفين بلي كاينه كسكس نوار. انا كيف قلت لهم انا باش دوقتكم قلت لهم سي دي كسكس وشوكولا. دونك كي داكوش داو لو غو تاعو سي با دي شوكولا مي داو ان اوتر غو، سي غو اكسيلون، مي ان غو ما نكذبش عليك، ان غو هايل هايل. عجبهم وفرحوا بزاف هذاك البروغرام بطبع الحال نجحت فيه. ومن بعد طلبوا مني بعض الاسئله وطلبوا مني برنامج اخر، قلت لهم انا حبيت البرنامج الماجي، حبيت انني نوثق هذا المزيت فلاش جوغو. قالوا لي داكور، قبلوا لي هذا لا دوموند نتاعي تاع الانسكريبسيون تاع المزيت في التوثيق. حتى ابخي دو زون باش بعثوا لي قالوا لي مبروك عليك، رانا وثقنا المزيت. فوالا دونك المزيت راني وثقته في لاخ جوغو في طاليان في 2018. يبارك فيك يعيشك، وهذا يرجع لك الفضل السيده. ربي يعيشك ربي يعيشك. دونك ما تقدرش تصور كيفاش كانت الفرحه نتاعي، نو سولمون كشيف دو كوزين انترناسيونال، كريسبونسابل دو كوميونيتي انترناسيونال، كربة بيت اذا صح التعبير قسنطينيه جزائريه. يعني ما تقدرش تصور كيفاش كانت الفرحه نتاعي بهذا التوثيق نتاع المزيت. هو تتويج لكل الجزائريين. نعم اكزاكتومون اكزاكتومون. دونك وهذا هو الشيء اللي قاعد يحفز فيا دو بلوس اون بلوس للامام وللقدام. وقاعده نخدم على كل مره نخدم على اطباق تقليديه محضه. وبهذه الطريقة هذه اللي قاعدة نروج في المطبخ القسنطيني عبر دول العالم، وقاعدة تحافظي كذلك على الموروث الثقافي. ابسولومون. احنا يعني حاليا نشوفوا انه يعني بامثالكم تضعون يعني الحروف على النقاط على الحروف. نعم. يعني من سرقة الموروث نتاعنا الثقافي. نعم. سيدتي نعم. هذا هو الشيء ايضا اللي خلانا يعني فلربما تكسلنا في يوم ما. كسلنا وخلينا البيبان نتاعنا محلولين، خلينا الناس دخلت، فلربما يعني هذا الشيء هذا اللي صار لنا احنا اللي كنا سبب فيه. سبب كنا لي زوتور دو توسا، مي الحمد لله ني جامي تخو تاغ بور بيان فيغ. دونك اون لا بور ديفوندر نوتر باتريمون، بور لا ديفيغاليزاسيون اي بور لا ديفيغاسيون سي، باش كيفاش نقولوا نخرجوا هذا الموروث عبر العالم. ماشي غير نخرجوا اكزاكتومون، ماشي غير نخرجوه كطبق يعني للاكل. نعم. نخرجوه كطبق ثقافي كطبق تراثي. نعم. كطبق اللي يكون يرمز الى علاقات وجسر ثقافي ما بين الحضارتين ايضا. هذا الطبخ راهو جسر بين الحضارتين. نعم. وحنا لازم نحافظوا على هذا الجسر، ولازم يعني اون دوا كونسوليدي اي سوفغاردي اي بروتيجي هذا الباتريمون بالعمل بالميدان بالتوثيق بالعمل يعني بال كيف نقولوا لا ترانسميسيون ما بين لي جينيراسيون، لا ترانسميسيون بوبليسيتير. دونك هذا الشيء هذا كامل لازمنا نحافظوا عليه ونعملوا جاهدين وبجديه وبصرامه وب يعني لا فيراسيتي دو لانفورماسيون. باسكو رانا نشوفوا الناس في هذا الوقت راهم قاعدين يجيبوا في ليزانفورماسيون غالطة اكزاكتومون دو فوس انفورماسيون وينسبوها الى الاطباق تاع قسنطينة. وخاصة هذه الاونه الاخيرة اذا لاحظت الاخطاق عاد يخلقوا الاطباق ويقول لك نتاع الباي. نعم. طبق هذا تاع الباي، طاجين الباي، حلويات نتاع الباي. هذا غلط. نعم. هذا غلط يعني كان يعطي معلومات مغلوطة يعني المواطن
يعني الجزائري وحتى المواطن يعني اكزاكتومون. وهذا انا جو كاليفي سا جرم في حق التاريخ. اكيد انا واش نقول لهم؟ نقول لهم خليو الثقافه للناس تاع الثقافه. نعم. خليو التاريخ للمؤرخين. عندنا الناس ثقافه، عندنا مؤرخين، عندنا اساتذه. اكزاكتومون. عن التراث الجزائري. اكزاكتومون. عندنا اساتذه جامعيين، عندنا ناس محافظين على التراث. نعم. ناس اصحاب الثقافه. نعم. اصحاب العلم. هادو كامل اختفوا من الميدان، لازم نعاودوا نسترجعوهم. هاد الناس كل كنا نخدموا مع بعضنا، اذا كانت تشفى مع الشيخ ربي يرحمه زين الدين بن عبد الله، كانت حصه. نعم. نعم. كانت حصه في لا راديو سي تاع فان. حتى سقسنطينه. حتى سقسنطينه. نعم. حتى سقسنطينه. وهاد المحطه هذه وهاد البرنامج هذا كان برنامج جد وثري، وخدم عليه يعني احنا الكبار تاع قسنطينه. نعم. تاع ثقافه قسنطينه. نعم. تراث قسنطينه. نعم. وكل خدمنا على هاد الثقافه، خدمنا على هاد التاريخ، وللاسف هاد الناس كانت تمشت وخرجت ناس جديده. نعم. لا جينيراسيون هذه لا علاقه. نعم. ما كانش يعني خلاص علاقه الثقافيه والعلاقه المطبخيه والعلاقه الثقافيه اذا صح التعبير. نعم. دونك هادو يسبوا كلش الى الباي، حتى يعني خرجوا اسماء الاطباق اللي ما كانش موجوده في التاريخ، ما كانش اصلا موجوده. احنا يعني نعتذر. نعم. و يعني وحده كيما انا اعتذر كثير على الشيء اللي قاعد نسمع، وعلى الشيء اللي قاعد الناس هذو اللي قاعدين يجيبوا فيه المعلومات الخاطئه المغلوطه، حتى من التاريخ الجوزيه اللي قاعدين يبدوا فيه غلط. نعم. يعني انا نظن يعني شيء مؤسف. شوفي سيده فصيح، احنا تناولنا معك يعني وجبه الافطار اليوم. لقينا ان الاطباق الرئيسيه، الاطباق التقليديه المحضه القسنطينيه من غير زياده ولا نقصان. نعم. نسناها في الاطباق نتاعك سيدتي. يعيشك. هذا هو الشيء اللي ممكن يحافظ على الموروث الثقافي نتاع المدينه، مدينه قسنطينه. نعم. اللي عندها اكثر من 2500 سنه. نعم. نعم سيدتي. ام الحضاره الحواضر. ام الحواضر اكيد. اكبر ثقافه تاريخيه مطبخيه نشوفوها يعني في الجزائر ككل هي الحضاره المطبخيه القسنطينيه. نعم. الحضاره المطبخيه القسنطينيه. الاطباق يعني من غير زياده او نقصان. نعم. كان المشلوش كان نقولوا الرفيز. نعم. نعم. تحرفت. نعم. الاطباق القسنطينيه تحرفت. نعم. واعطوها اسماء اخرى مستعاره. ونتاسفوا وزادوا لها اضافات غير مرغوب فيها كذلك. اكزاكتومون. لو كان جاو يشوفوا يعني الاصل الحضاره المطبخيه القسنطينيه السوباز سور لو برودوي دو تيروار. ونعلم فلربما هاد لا جينيراسيون ما تعرفش هاد المعلومه، قسنطينه بكري كانت لابروفيزيونمون تاعها. نعم. كان يجي من الحامه. نعم. وكان يجي من جبل الوحش. دونك ايماجين الحامه وجبل الوحش ما شاء الله. الى يومنا هذا انا مازلنا ناكلوا من الجناين تاع الحامه. نعم. وجبل الوحش وخاصه نشوف اكزاكتومون السلم مخير وين نلقاهم في جبل الوحش. فوالا. دونك هذه المعلومات الثقافيه الحضاريه التراثيه التي دخلت في سياق السياحه ايضا. نعم. هذا الشيء هذا كان داخل في التراث المطبخي الثقافي السياحي. لو لم تكن الثقافه المطبخيه حضاريا لما تكون الثقافه السياحيه. اكيد. سيدتي. نعم. كلمه توجهها السيده يعني السيده نصيره فصيح كونها يعني حكم دولي، كونها اخصائيه يعني مختصه في الطبخ الجزائري، كلمه لهذا الجيل الصاعد يعني اللي نتمناو انه ينتهج نفس يعني المسار اللي انتهجتيه سيدتي، وينجح نفس النجاحات اللي فزتي بها واللي حصلتيها يعني في مشوارك المهني سيدتي. ان شاء الله. يعني انا لو كونسي اللي نقولوا لهاد لا جينيراسيون يعني شيء جميل اننا نشوفوا باللي احنا كنا بكري متخوفين. نقولوا لا جينيراسيون هذه تاع فخيت تاع بانيني. نعم. بيتزا. لكن شيء مغاير. شيء مغاير. نو حبوه هما هذه الثقافه المطبخيه ولكن حرفوا فيها. نعم. غيروها. يعني الشيء الجميل انهم ما فقدوش التراث. نعم. ما فقدوش الحضاره المطبخيه، بقاو يعني متمسكين بالمطبخ القسنطيني العريق. ولكن انا نطلب منهم الثقافه.
لازم يكونوا يقراوا باش هذيك الخبايا اللي ما يعرفوهاش، هذاك الشيء المظلم الثقافه المطبخيه يكتشفوه ويظلموه لبعض. دونك انا هذا واش نطلب من هاد لا جينيراسيون، سي اون تري بون شوز اللي قاعدين يديروا فيها، سي اون تري بون انيسياتيف اللي قاعدين يمشيوا عليها، ولكن يروحوا للدومين تاع الثقافه. انا نعتبرك يعني سفيره الطبخ الجزائري، سفيرة الطبخ القسنطيني بامتياز. هذا يعني كثير عليا كثير بدون مجامله سيدتي، احنا رانا ذوقنا يعني الاطباق التقليديه المحضه القسنطينيه من دون اقولها واعيدها يعني تكرارها من دون زياده او نقصان، الاطباق التقليديه المحضه. يعني نشكرك على حسن يعني الاستضافه يعني في بيتك وفي ضمن عائلتك، واستضافتك لقناه الجزائر الانوان. مرحبا في بيتك. نعم راك راح تفوتي ضمن قناتنا قناة الجزائر الأنوان بأطباقك المتميزة. شكرا لك سيدتي على حسن الاستضافة مجددا. العفو، مرحبا بكم، بيتي متواضع محلول في أي وقت. مرحبا موصول لك سيدتي ولكل العائلة الكريمة. يبارك إن شاء الله الأمسية قضيناها معك بالحب بالمودة. الحمد لله. يعني نشكرك جزيل الشكر سيدتي، ومرحبا بك في قناة الجزائر الأنوان اليوم وغدا سيدتي. شكرا الله يبارك فيك. يعني شكرا الله يبارك فيك. العفو.